السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل لا تتفضل ونسمع صوتك الطيب، أنت بالواجب وجيت للمشاركة؟ نعم بالواجب. محترم جيد. موفق إن شاء الله. مهم. الله يوفقك. بعد احنا شفنا الرقابة. تفضل. حتى لو وهي الداعم للقوات الأمنية. حياك. تحياتنا محافظة والما. ما أعرف اسمك يا محافظة. مهيمن جميل فرحان الطحيلي محافظة الذقار قضاء سوق الشيوخ ناحية الحكيك. حياك الله. هلا ولف. حياك الله. حياك الله. إلى سيدي ومولاي أبو الفضل العباس. سلام الله على أبو الفضل. توسط مهرة الكافل. توسط مهرة الكافل على روس القادة قام يصول يذبح بالزلم يا ذات هواية من الرواية تقول. توسط مهرة الكافل على روس القادة قام يصول يذبح بالزلم يا ذات هواية من الرواية تقول من سيفه هذاك الحاد بين انجرح والمشتول يا حسين يا حسين نفرع كنا ما مش عطوة ولا حايوز مش عطوة ولا إلى الوطن الحبيب تسلم الوطن نسمت هو الله التار سرية الوطن معنى أبونا نقعد في الوطن نسمت هو الله التار سرية الوطن معنى أبونا نقعد في بلد بي حيدر الكرار يا هيجيب طارية يا عراق يا عراق اسمك خط احمر فن اللي يوصليه والى اخي الشهيد صلاح جميل فرحان الطحيلي الله يرحم اخوك اخوي الغسليته وبيد جلبته اخوي الغسليته وبيد جلبته وقلت هالطلقه هاي شلون لا يحته اثار النشم واقف جيلته بقصته أثار النشم واقف جيل تبقصته أصواب براس مبين من أصواب براس مبين موش مدحل بحدر الماو أحسنت الله يوفقك أحسنت من أصواب براسه مبين موش مذنك الله يوفقك إن شاء الله رحمة الله والديك الله يوفقك الله يرحم أخوك رحمة الله لوالديك الشهيد جميع شهدائنا إن شاء الله لكل خير طبعا عدي الكعبي مهيمن ما عبر يعني المرحلة الثانية لا أنا أولا أقدم لك ألف تحية حب وما أقدر أسولف هواي عنك الوقت ما يسمح أنا راح أعبرك أجاملك تعرف ليش لأن هذا أنت لابس شرف عراقي علم عراقي سنت وإجلالا لهذا العلم ولخو الشهيد ولخوك الشهيد اللي أطى روحه أنا أعبرك ممنون تستاهل لكن المرحلة الثانية شوية تغير وضعك موفق حياك الله موفق إن شاء الله.